مساكم الله بكل خير حبايبي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج هروج ليست. حلقتنا هذا الأسبوع ستكون عن أهم 5 مديرات أعمال للمصارعين. فدور مدير الأعمال يعتبر من الأدوار المخصصة للأشخاص المكروهين، لكن وفي أواخر الثمانينات أصبح هذا الدور مناسب لتواجد النساء في المصارعة الحرة، حيث أصبحت النساء يظهرن في مباريات الألقاب ومباريات الحدث الرئيس بفضل هذا الدور، أي أن دور مديرة الأعمال هو الثورة الأساسية لفئة النساء في عالم المصارعة الحرة. معكم أنا وهلان، وبسم الله نبدأ. وومن نانسي بنوا ظهرت لأول مرة في حلبات عالم المصارعة الحرة في صيف عام 1984، وكانت انطلاقتها الأولى عبر اتحاد WCW في أوائل التسعينات بجانب زوجها كيفن سوليفان. اشتهرت كأول مديرة لأعمال فريق دوم، ثم أصبحت مديرة أعمال الأسطورة الخالد إريك فلير، وختمت مسيرتها كمديرة لأعمال زوجها كريس بنوا، اعتزلت في عام 1997. كيري رونيلز ظهرت لأول مرة في حلبات عالم المصارعة الحرة عام 1990، وكانت انطلاقتها الأولى عبر اتحاد WCW، لكن في دور مصففة الشعر. اشتهرت كمديرة الأعمال عندما ظهرت في عصر الأتيتود إيرا كمديرة أعمال زوجها السابق جولدست، ومن ثم تحولت إلى مديرة أعمال لعدد من النجوم، كان آخرهم فريق الهاردي بويز، اعتزلت في عام 2004. ميس إليزابيث ظهرت لأول مرة في حلبات عالم المصارعة الحرة في صيف عام 1984، وكانت انطلاقتها الأولى عبر اتحاد WWE كمديرة أعمال لزوجها السابق الأسطورة راندي سافج، وتعتبر المرأة الأولى في عالم المصارعة الحرة. وبعد انتقالها لاتحاد WCW تواجدت كمديرة أعمال الأسطورة الخالد ريك فلير، وهي المرأة الوحيدة التي تواجدت في عصابة NWO، اعتزلت في عام 2000. صاني ظهرت لأول مرة في حلبات عالم المصارعة الحرة عام 1993، وكانت انطلاقتها الأولى عبر اتحاد WWE عندما كانت مديرة أعمال الفرق، لكن الفرق التي تحقق الألقاب. سنسينال شيري ظهرت لأول مرة في حلبات المصارعة الحرة عام 1980 عبر اتحاد AWA، وكانت انطلاقتها عبر اتحاد WWE أواخر الثمانينات عندما كانت مديرة أعمال رجل المليون تيد ديبياسي، ثم مديرة أعمال الأسطورة راندي سافج، ثم مديرة أعمال الأسطورة شون مايكلز، ورحلت الاتحاد WCW تصبح مديرة أعمال الأسطورة الخالد ريك فلير، ثم الفريق الأسطوري هارلم هيت. ختمت مسيرتها كمديرة أعمال في اتحاد TNA عام 2007 عندما كانت مديرة أعمال النجم بابي رود.
وإلى هنا نصل لختام حلقتنا لهذا الأسبوع. لا تنسوا تعملوا لايك والسبسكرايب والشير، وأيضا لا تنسوا مشاهدة برامجنا على قناتنا باليوتيوب والاستماع لبرامجنا عبر قناتنا بالساوند كلاود والآيتونز، وشاركونا رأيكم تحت في التعليقات عن أسماء أخرى ترون تستحق أن تكون ضمن هذه القائمة. كان معكم أهلان، ألقاكم بإذن الله الأسبوع القادم، ودمتم بود.